أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، السلام عليكم. إليكم ملخص لمادة اختبار الفصل الأول، يعني أي موضوع ضمن هذا الملخص هو فقط داخل ومطالبين به بالاختبار. أتمنى لكم التوفيق. بداية أعزائي الطلبة، كنا نعرف أنه الحشرات هي صنف كلاس، فلا بد أن نعرف أنه هذا الكلاس أو هذا الصنف موقعه وين ضمن السلم التصنيفي. صنف الحشرات أو كلاس إنسكتا هو أحد مجموعة من الكلاسات اللي تقع ضمن شعبة الإرتروبودا المفصليات أو مفصلية الأرجل، اللي بدورها تقع ضمن المملكة الحيوانية. يتمتع صنف الحشرات بمجموعة من الخصائص اللي تميزه عن باقي أصناف شعبة المفصليات، وهذه الخصائص هي 7 نقاط مهمة جدا. أكرر أنه هي مهمة جدا، أتمنى أن الطالب يحفظها مثل ما يحفظ اسمه. أولا، يتألف جسم الحشرة من رأس وصدر وبطن، وجود زوج أو زوجين من الأجنحة أو عدم وجود الأجنحة، قد تكون الأجنحة يعني موجودة أو غائبة. الرأس يحمل زوجة من قرون الاستشعار دائما. بالنسبة للمنطقة الصدرية تقسم على 3 حلقات، وتحمل كل حلقة وعند الجهة البطنية تحديدا زوجا من الأرجل. النقطة الخامسة، أنه التنفس بالحشرات يكون عن طريق القصيبات الهوائية على الأغلب. أما بالنسبة لعملية الإخراج الإكسكريشن، فتتم بواسطة زوج من أو أكثر من أنابيب مالبيجي والتي تصب في مقدمة الأمعاء الخلفية. النقطة الأخيرة هي أن الأجناس منفصلة والتكاثر جنسي في صنف الحشرات. أكرر أعزائي الطلبة أن هذه النقاط السبعة هي مهمة جدا، وهي خصائص يتميز بها صنف الحشرات عن باقي أصناف شعبة إرتروبودا أو شعبة المفصليات. مثل ما نعرف أنه الحشرات موجودة بكل مكان، يعني بعبارة أخرى أن الحشرات تنتشر على نطاق واسع في مختلف بيئات الكرة الأرضية. لهذا الانتشار طبعا أسباب مكنت هاي الحشرة أو ساعدتها على الانتشار منفردة بهاي الخاصية عن باقي الأحياء الأخرى. إذا أسباب انتشار الحشرات هي أولا صغر حجمها. النقطة الثانية هي تمفصل الجسم البادي أرتيكوليشن. النقطة الثالثة هي الأدابتيشن التكيف، والخصوبة والتكاثر فيكونديتي أند برودكشن، بالإضافة إلى وجود الأجنحة والهيكل الخارجي الإكزوسكيليتون، إضافة إلى التبادل التجاري كوميرشال إكسشينج. كل هذه النقاط مجتمعة ساعدت الحشرة أو أعطتها فد ميزة أو خاصية مكنتها من إنه تمكنها من الانتشار في جميع أنحاء الكرة الأرضية. يحمل الانتشار الواسع للحشرات في مختلف البيئات على الكرة الأرضية في طياته نتائج إيجابية وسلبية عن هذا الانتشار، أي أن انتشار الحشرات الواسع إلى أضرار وإلى منافع. من أضرار الحشرات هي أن الحشرات هي تصيب كافة الكائنات الحية، سواء كانت نباتات حيوانات، وتعتبر هذه الحشرات كاريار حوامل للجراثيم اللي تصيب هذه الأحياء. النقطة الثانية، أنه زيادة المجتمعات البشرية يؤدي بالمقابل إلى زيادة أعداء تلك المجتمعات من طفيليات حشرية ضارة كالقمل، البراغيث، البعوض والذباب، وفي نفس الوقت تنقل لها الأمراض الخطيرة كالتايفوس والطاعون والملاريا والكوليرا إلى آخره. بالإضافة ذلك، فإن تخزين الغذاء وتحديدا الحبوب في المخازن يؤدي إلى إصابتها بالحشرات أو الآفات الحشرية أو حشرات المخازن، وما يؤدي إلى تلف ملايين الأطنان سنويا من هذه الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، من التوسع في الإنتاج الزراعي يقابل التوسع في زيادة عدد الحشرات اللي تصيب هذه النباتات، ما تؤدي إلى خسائر جسيمة بالمحصول. بالمقابل،
لأضرار الحشرات هناك فوائد للحشرات وهي عديدة. من هذه الفوائد أن هناك بعض الحشرات تعمل على إنتاج الخيوط الحريرية مثل بيضة الحرير، واللي هي طبعا تدخل بالصناعات الأساسية كصناعة الحرير، أقمشة الحريرية إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مادة تنتجها بعض الحشرات هي مادة الشيلاك، هذه المادة طبعا تفرزها فوق جسمها للحماية، وتدخل هذه المادة في صناعة الأصباغ والورنيش الشمع الأحمر. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض أنواع الحشرات خاصة اليرقات بعد تجفيفها تدخل في صناعات مختلفة مثل صناعة مواد التجميل كما في البق الدقيق الأحمر. وإضافة إلى ذلك فإن هناك قشور بعض الحشرات أيضا تدخل في صناعة الحلويات ومواد تلوين الأدوية والمشروبات. إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض أنواع الحشرات تستخدم للأغراض الطبية كيرقات بعض أنواع الذباب والزنابير والنحل وبعض أنواع الخنافس التي تنتج مادة الكمتردين. من فوائد الحشرات أيضا أنه تعمل الحشرات أو تعتبر ذات فائدة كبيرة في نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى بعملية البولينيشن التلقيح. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض البلدان تستخدم الحشرات كوجبات غذائية أساسية. إضافة إلى ذلك فإن بعض الحشرات تعمل على تحلل الجثث في الحيوانات والنباتات الميتة وتخلص البيئة من عدها وترجعها إلى مكوناتها في البيئة. إضافة إلى ذلك فإن الحشرات تعتبر وسيلة للمتعة وقضاء الوقت، حيث تشجع الفراشات ذات الألوان الزاهية في عملية تربيتها وعمل مجموعات حشرية جميلة.